الحضاري ياسين محمد بن سيف خلف الجبهه مشكوره. شكرا. شكرا لكم السيد الرئيس المحترم. جزء من الحل يعني اننا حنا كاين عندنا قوانين هي قوانين قديمه، قوانين كان عندها يعني نقدروا ان كاين فيها واحد المسائل اللي تطورات وما سيراتش هذه القوانين. هذا التطور اللي عرفوا النمو ديال هذه المناشير، المشاكل اللي كيعيشوها، قله التجهيزات، قله يعني عرفت الشبكه ديال هذه الشبكه الطرقيه ما كايناش هنا بجماعه رسانه، هذا اشكال كبير. ولكن راه كاين مجموعه ديال المصالح اللي مركزه الدوله حتى هي عندها يد في هذا المال. لما كنتكلموا على الطرق والتجهيزات هناك المصلحه ديال التجهيز اللي خصكم حتى هي مادا بكم انكم تقوا يعني الابواب ديالها وان تشوفوا اذا عندها في البرامج ديالها يعني التوقيعيه ديال المستقبليه انكم يعني تاخذوها بعين الاعتبار، لان غادي تساعدنا حنا في انجاز مجموعه ديال التصاميم. وهنا اللي غادي نعاود نرجع له، لان شنو هي الاقتراحات اللي كنقول الوكاله الحضاريه جزء منها، شنو هي الاقتراحات شنو هي الحلول. انا غادي ناخذ واحد النقطه الاوليه هي ديال التسميه الجماعه انتهت الحجيه ديالو القانونيه على اساس ان المرافق العموميه اللي كانت مبرمجه داخل التسميه ما عندناش الحق عاوتاني نبرمجوها فيها، هذه اولا. ولكن يعني التنطيقات اللي كاينه التخصيصات التعميريه من قبل يعني التخصيصات ديال السكن وديال المناطق الصناعيه هذا لا زالت ساريه المفعول بحكم الماده 28 من القانون 1290. وحنا الحمد لله السيد الرئيس راه كيعرفنا، اول لقاء درنا معاه حنا كنا بغينا نوضعوا واحد البرنامج عمل، قلنا له جيب لنا المشاكل اللي عندك باش نوضعوا برنامج عمل. درنا اتفاقيه تشارك على اساس اننا ننجزوا الصور الجويه والتصاميم الاستغلاليه بواحد الثمن بسيط ورمزي. لو كان تجي جماعه او الوكاله بوحدها خصها ملايين الدراهم، عطاونا واحد الجزء ورسلنا لهم تصاميم ديال اعاده ديال الاستعداديه والصور الجويه على اساس باش يعطيونا الملاحظات ديالهم. حنا في انتظار الملاحظات ديالكم سيدي. السيده المهندسه يعني بالنسبه ل يعني المراسله الجديده ديال السنتيه واش جاوبتيهم؟ غير اسمح لي واحد الاضافه بالنسبه للتسميه. حنا بالنسبه لنا لان كاين واحد المبلغ يعني باقي استخلاصه بالنسبه لتصميم التهيئه اللي كان هو كيتسال وخصنا نديوه. حنا غير باش نعرفوا الجماعه الرئيسانه الجنوبيه يعني في هذه السنه هذه عندها يعني عندها واحد الامكانيات ماديه صعبه اللي كنعيشوها، ودرنا واحد التحويل يعني دابا حنا ولينا غامرنا بيست يصلح واحد البيست باش نخلصوا بها تصميم التهيئه، ولكن حنا درنا دوره وراسلنا ولكن في الاخر عرفتي ولا ترفض. دابا كنحاولوا ما امكن اننا عاوتاني يعني نديروا عاوتاني واحد الدوره باش نحاولوا واحد هذا باش نلاقي هذا المشكل هذا. راه حيت انا راسلت السيده المهندسه باش اننا نجاوب على هذا وصافي يعني الامور تكون مزيان ان شاء الله. هذا ديال التصميم التهيئي. تفضل السيد الرئيس. هذا حنا كنقدروا ان كاين مجهود على مستوى الجامعه، والسيد الرئيس ملي كيجي عندنا الوكاله الحضاريه كيلقى الابواب ديالها مفتوحه وكيلقانا اذن صاغيه واننا حنا باغيين، وهذا الدليل اللي عطاتنا هذه القافله اننا حنا جينا عندكم باغيين نفتحوا معكم يعني واحد الباب لاننا مجموعه ديال المشاكل. هذا اللقاء انا اعتبره اول واخا هو ثاني لقاء. ملفات اللي هما عالقه وكنتمناو ان يكون واحد الحل يعني ديال هذه الملفات. حنا غير بالنسبه لنا باش غير نشرحوا بالنسبه للتعمير يعني الحصول على الرخص البناء، كنلاحظوا يعني كاين القانون ديال التعمير اللي كاين بحال اللي في المدينه هو اللي في الباديه، وحنا كنتمناو يعني من الحكومه ومن الوزاره ان يكون اعاده النظر في القانون ديال التعمير بالنسبه للباديه. علاش؟ لان حنا بالنسبه للرساله الجنوبيه اللي نتكلموا عليها، لان الرساله الجنوبيه بعد يعني الارض ديالها هي ارض جامعه سلاليه، وهذه الوثيقه الاولى اللي كتطلب هي يكون عندك واحد الملكيه، وحنا ما عندناش، عندنا غير الجامعه السلاليه، وكتكون هذيك الشهاده ديال الاستغلال ولا ذوي الحقوق. الا ان بالنسبه لنا كاين عراقيل، وبالنسبه حتى للمسطره والاجراءات باش ان يتحصل يعني المواطن على رخصه البناء الا كدي واحد الاجراءات اللي هي طويله، وهنا المواطن يعني كتبقى الملف ديالو عالق،
وكذلك يعني تال يعني بالنسبة للحصول على الرخصة، لأن تال المواطن ما كتكونش عاوتاني كاين اللي ما عندوش القدرة، وهنا اللي كتخلي يعني بالنسبة للمواطن يلتجئ واحد الطريقة يبني طريقة يعني تكون عشوائية أو لشي حاجة، وهذا يعني كيضر بالصورة ديال التصميم التهيئة ديال مداشر جامعة طريسان الجنوبية. لهذا كان طلبوا احنا من الاخوان والاخوات الحاضرين ان يكون واحد الحل بالنسبه لهاد الملفات اللي عندنا عالقه ديال رخص البناء، باش ان المواطنين اللي عندهم يعني الملفات ديالهم اللي هما دافع عنهم كاين اللي عام كاين اللي عامين كاين 3 سنين ومازال لحد الان ما كاين حتى شي حاجه، هنا كتبقى الجامعه ضايعه بالنسبه للمداخل الذاتيه وكذلك حتى المواطن. وهذا المشكل كنتمنوا انه يتحل. علاش؟ لان بالنسبه للمواطن يعني ملي كيصوت على المنتخب كيولي يعني الرئيس يعني خصو يعطي الرخصه ديال البناء، وان يعني القانون اللي تبدل ان الرئيس ما يعطيش رخصه البناء خصو يدوز عن طريق عند واحد اللجان، والا دابا حنا بالنسبه لنا كنلقاو اكراهات في هذا بالنسبه للملف باش نحصلوا على رخص البناء. على هادشي هذا كنتمنوا من الاخوان والاخوات الحاضرين معنا ان يكون عندنا واحد الحل يعني مبسط يعني بالنسبه باش يحصلوا المواطنين على رخص البناء. ولهذا كنعطي الكلمه للسيد ممثل الوكاله الحضاريه السي محمد مصطفى فلتشوف الدور. مشكورا. شكرا لكم السيد رئيس المحترم. حقيقه انا جيت سعيد اني متواجد معكم هنا بجامعه ريسانا اللي كتزامن مع يوم السوق ريسانا. انا بغيت غير نوضح واحد المساله، شنو هي الاهداف ديال هذه القافله التعميريه اوربان اللي سماتها السيده الوالد الزيره اوربان، هي واحد القافله اللي بغات تقارب المواطنين، ان المؤسسه هي اللي تمشي لعند المواطن ماشي المواطن يجي عند المؤسسه، لان كما قال السيد الرئيس كاين الملف اللي عنده عامين والان ما جاش المواطن كيسال فيه. خدات المبادره السيده الوزيره يوم الخميس الماضي وعطات انطلاقه ديال هذه القافله الوطنيه اوربافان القافله التعميريه، على اساس اننا نجي ونسمعوا المشاكل ديالكم، الارهاصات اللي كيعاني منها الجماعه من حيث التعمير، القوانين، المخالفات، الاشكاليه ديال العقار، الاشكاليه ديال ربط ديال المساكن بالتجهيزات العموميه، اشكاليات كثيره كتبخس في هذه الجماعه وخصنا نلقاو فيها حلول. كاين الحلول اللي هي هناك حلول آنية يمكننا نتكلموا عليها، يمكننا نشوفوا على حسب كل ملف كل شخص إذا عنده شي إشكالية دابا في شي ملف. الإخوة هنا إن شاء الأطر الخبراء إن شاء الله غادي يشوفوا معكم شنو هي الإشكالات وشنو هي الاقتراحات اللي يقدر يجيو بها، وإنكم إن شاء الله باش تحصلوا على رخصة ديال البناء. الإشكالات اللي عندها علاقة بالتعمير وقوانين والتشريعات اللي متعلقه بالتعمير غادي نرفعوا هاد الاقتراحات ديالكم للسيده الوزيره باش تاخذها بعين الاعتبار. لهذا كنطلب من الاخوه الحضور الكريم ان كل واحد يعطينا الاسم ديالو العائلي والشخصي واسم الدوار والاشكاليه، واذا عنده حتى شي اقتراحات انه يمكننا نضيفوها غادي نرفعوها للوزاره ديالنا لوزاره اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه. وهناك الهيكليه والبلون ديرميناجمون كان عنده 10 ديال السنوات ولا ما تحدثش عليه شي تغيير خلال السنوات اللي كتكون بالاستشاره ديال المجالس ديال الجماعات، عندها 10 سنين ولا ما تمشي بعد الشهر على انها راها كيمكن يكون هذاك ممدد هذاك القانون. حنا ما كنلقاوش على ان شي عراقيل اللي هي كتمثل شي عرقله اللي غتمكن هاد الناس هادو هما نخضعوهم لهاد القوانين المجحفه، مع العلم على ان هاد الناس هادو هما كاين اللي كيدير الساس كطبيع بصر كيدير الساس في عام وكيبقى يتسنى عام عاد كيبنى هادوك 4 الحيوط وكيتسنى عام عاد كيدير الدار وكيتسنى عام عاد كيدير، مع العلم على انه كخص ملي يحط يدير الابن ديالو راه 60 يوم الا ما ردتش عليه جواب الجامعه كيصبح على انه مرخص قانونيا. وحنايا ما خصناش نخضعوا لا لهذا ولا لهذا، ولكن كنبغيو على ان على الاقل ترفعوا واحد الملتمس للوزاره المعنيه على ان الناس القرويين اللي هما بعيدا على هذا التنطيق هذا هو
فالتنطيق يعني اللي هي الاخر سميتو ليه ديال المناطق السياحيه الصناعيه الغابات ديال الزراعه ديال الاخر ويكونوا بعيدين عليها تكون واحد السهيلات كثيره. ننتخبوا وعندنا مهندسين الحمد لله، مهندسين عندهم خبره عندهم تجربه، من يجيبوا البلان يطبقوه نديروا شهود. انا عندي حنا خص ست الخوت عندنا اكثر الارض سكنه الوالدين ديالي، انا اللي كنقولها والله ما نقدر نبني بالله ما يخلونيش، ولكن لا درت واحد الشهود على هذا الشيء هذا الاستغلال. نبغوا نعاونوا العالم القاري مبارك الغياب النائب الثالث الرئيس. شكرا شكرا سي مبارك. شي حاجه مكتوبه نعطيتها غير بالنسبه نزيد غير نتمنى يعني بالنسبه للتدخلات ديال الاخوان راه فعلا يعني ديال هذه البناء ودابا حاليا اللي كيبني في مثلا يعني هذا راه فيما كاين يعني هذا كيجي مسكونه وداك الشيء ما خصنيش يعني كتمشي عند الجماعه كتمشي عند القياده كتمشي عند هذا ما هو ما كيقول يعني حنا دابا عندنا داك الشيء على الاملاك واحد اللجان والا دابا حنا بالنسبه لنا كنلقاو اكراهات في هذا بالنسبه للملف باش نحصلوا على رخص البناء على هذا الشيء. هذا كنتمنوا من الاخوان والاخوات الحاضرين معنا ان يكون عندنا واحد الحل يعني مبسط يعني مخالفات اشكاليه ديال العقار الاشكاليه ديال ربط ديال المساكن بالتجهيزات العموميه اشكاليات كثيره كتصبغ. غادي نطرق لها بعجاله وبتلخيص. هناك تلقاو مشاكل في الوثائق، الوثائق ملي كيبقاو كيبغيو يحطوا لنا الناس الملف ديالهم في المنصه فكنلقاو مشكل كبير في الوثيقه اللي هي مهمه رئيسيه ومهمه وهي وثيقه ديال الملكيه. فاحنا بالنسبه للجماعه القرويه كنتخبطوا في هذا المشكل سواء اما كنتخبطوا في المشكل ديال شهاده الاستغلال او الوثيقه ديال الملكيه بالنسبه لما كتلقاش اصل الملك فكيكون واحد الرفض. هذا من جانب. من جانب اخر هناك غلاء التكلفه ديال الملف فبالنسبه هنا كتعرفوا بان الجماعه كتعاني من واحد الهشاشه والفقر فبالنسبه لي كيكون واحد الغلاء ديال التكلفه فكيعجزوا الناس عن وضع الملف في المنصه. وبالنسبه هناك كيخافوا من ان من بعد ان الملفات ديالهم ترفض لان كيكون اداء المبلغ ديال الملف والتكلفه ديالو كتكون في البدايه ولكن من بعد ما كيكونوش هما واثقين بانه الملف ديالهم غادي يتم الموافقه عليه وغادي يحصلوا على رخص البناء. بالنسبه للجماعه حنايا كجماعه كنعانيو من المشكل ديال ضعف المداخيل ديال هاد غادي يتم الموافقه عليه وغادي يحصلوا على رخص البناء. بالنسبه للجماعه حنايا كجماعه كنعانيو من المشكل ديال ضعف المداخيل ديال هاد الفصل اللي متعلق بالتعمير. فمنين ولات عندنا هاد المنصه الالكترونيه ما بقاوش الناس كيحطوا لنا الملفات ديالهم وحنايا بالنسبه للجماعه ولينا عندنا واحد الضعف كبير واحد قله المداخيل في هاد الفصل ديال المتعلق بالتعمير. شكرا ونخليو الاخوان ان شاء الله هما اللي يزيدوا يتعمقوا في هاد المشاكل. شكرا شكرا الاخت وفاء في الحشره القرمزيه. دابا حنا كنبغيو غير الناس ديال البيت راه كارثه، هاد الحشره القرمزيه كتدخل حتى للديور وكتشكل خطر على المواطنين. اذا حنا كنحاولوا ما امكن نعطيو الناس انه يحيدوا هذاك الصبار وانهم ديال البيت يعاودوا بالصوت بالتحويط، ولكن دابا عاوتاني حتى الصوت ما بقاش الرئيس يعطي، خصو ضروري حتى هو يدوز عاوتاني في المنصه ولا عاوتاني حتى هو عنده الاجراء ديالو، وهنا كيلقى المواطن انه مشكل يعني باش انه يدير هاد الصوره. ثاني حاجه عاوتاني حتى يعني الفوارق الاجتماعيه يعني كما كنقولوا الحياه الاجتماعيه ديال العالم القروي راه ماشي هو المدينه، لان التكلفه باش يتخلص باش يعني يحصل على رخص البناء عنده جوج حاجات، التكلفه من الجماعات القرويه كتشتركوا في العديد من المشاكل، نفس المشاكل بالنسبه لرخص البناء ولا بالنسبه المساحة المخصصة ولا بالنسبة للقوانين، يعني نفس المشاكل تقريبا نفسها. وكنظن أن الصورة أصبحت واضحة لا لينا وكنتمنى أنه في المستقبل يعني هذه القافلة هذه يكون عندها واحد النتائج اللي فعلا تحل المشاكل ديالكم اليومية فيما يخص مجال التعمير. وكنشكركم على ذلك الدور.